بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم الزلف اللون، نتمنى يا رب تكونوا بألف خير، بصحة جيدة وبسعادة دائمة إن شاء الله. يعرف اللبان الذكر باسم الكندر، العلك المر واللبان المر. وصفة اليوم هي تونر وكريم باللبان الذكر الكولاجين الطبيعي. هذا الكريم رائع لشد الجلد المترهل، يجدد خلايا الجلد، يحمي البشرة من الشيخوخة، يعالج الهالات السوداء والتجاعيد تحت العين، يقضي على آثار الجروح والبقع البنية بالجلد، يفتح البشرة لأن اللبان المر يعتبر كولاجين طبيعي، يملأ حفر الوجه ويزيل حب الشباب. كل هذا ستجدونه في هذا الفيديو إن شاء الله بهذا الكريم الرائع الذي سأقدمه اليوم بإذن الله تعالى. ما عليكم إلا متابعة الفيديو للآخر لتستفيدوا أكثر، وإذا أعجبكم لا تبخلوا عليه بلايك ومشاركته مع الأصدقاء، وإذا كنتم من الزوار الجدد أرجو الاشتراك بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وأهلا وسهلا بكل من انضم إلى قناتي. نبدأ على بركة الله. لعمل هذه الوصفة نحتاج إلى لبان الذكر المر. بعدما نقوم بتنظيفه وغسله نأخذ ملعقة كبيرة من حصى لبان الذكر ونضعها في كوب من الماء الساخن ونتركه ينقع 12 ساعة. بعدما نقعت لبان الذكر ليلة كاملة أصبح لونه بهذا الشكل مثل الحليب. بعدها أقوم بتصفيته لأحصل على منقوع لبان الذكر. بعدما قمنا بتصفيته نأخذ قطعة من القطن نضعها في المنقوع ونمسح بها الوجه ونتركه من 30 دقيقة إلى ساعة ثم يغسل، وكذلك يوضع على كل الجسم لترهلات الرقبة والبطن والصدر والأرداف وترهلات الذراعين كذلك. بإذن الله سينفعكم منقوع لبان الذكر لشد ترهلات الجسم. أما بالنسبة للوصفة الثانية فهي كريم لبان الذكر. نأخذ نصف كوب من منقوع حصى لبان الذكر المر، نضيف إليه ملعقة صغيرة من النشاء، نشاء الذرة أو المايزينا، والبديل للنشاء هو الطحين الأبيض الذي يستعمل في طهي الحلويات. نمزج هذه المكونين على البارد جيدا حتى تذوب نشاء الذرة في المنقوع، ونضعه على نار هادئة جدا حتى يصبح معنا متماسك بهذا الشكل. بعدما يبرد سيتماسك أكثر. نأخذ علبة زجاجية نظيفة ومعقمة نضع فيه الكريم بعدما يبرد ونحتفظ به في الثلاجة مدة 5 أيام. يستخدم هذا الكريم 3 مرات في الأسبوع. أما بالنسبة لطريقة استخدامه، يوضع على بشرة نظيفة حتى يجف مع مراعاة عدم التكلم والضحك. بعدما يجف قومي بغسله بالماء الفاتر ثم البارد، وبعدها رشي ماء الورد البارد لقفل المسام، ثم ترطب البشرة لأن كريم اللبان الذكر يجفف البشرة، والمرطب يكون على حسب نوعية البشرة، ويمكنك كذلك الترطيب بزيت جنين القمح أو كبسولة من الفيتامين أي أو الفيتامين ها، لأنهما يلائمان كل أنواع البشرة. ولمن يصعب عليها إزالة كريم لبان الذكر من الوجه بعدما يجف الكريم، قومي بمسحه بالزيت أولا ثم قومي بغسل الوجه. الزيت على حسب نوعية البشرة، كما يمكن إزالته باستخدام زيت دوار الشمس التي تستعمل في الطبخ،
يعني متوفر في كل بيت، أو بزيت زيتون. المهم أن يزال أولا بالزيت ثم يغسل، وهذا سيسهل الأمر ولن يترك لبان الذكر يلتصق بالوجه بإذن الله. بالنسبة للمنقوع المتبقي نحتفظ به في المجمد لاستعماله في المرة القادمة، ولكن يستحسن ومن الأفضل أن نقوم بعمل كمية صغيرة باستخدام كوب شاي من الماء بملعقة صغيرة من لبان الذكر، يكفي لمدة أسبوع ككريم وتونر كذلك للوجه. وإذا كان يعني راح تستعملي شد الترهلات يمكنك عمل كمية أكبر. هنا تركت منقوع لبان الذكر المر أكثر من أسبوع لأريكم النتيجة. اللون تغير والرائحة الطيبة الزكية ذهبت منه نهائيا، وهذا هو الفرق. الجديد يكون أبيض مثل الحليب، أما هذا الذي مر عليه أسبوع فأصبح لونه يميل إلى البني الفاتح، لذلك لا يجب علينا أن نتركه أكثر من أسبوع. نحاول دائما عمل كمية صغيرة، وإذا بقيت نضعها في المجمد يكون أفضل. وهذه كانت وصفة اليوم، أتمنى يا رب تعجبكم وتجربوها لتستفيدوا منها، لأنها حقيقة وصفة بأتم معنى الكلمة. نتمنى يا رب تجربوها وتستفيدوا منها وتخلوا لي تجربتكم في التعليقات بإذن الله. وفي الأخير دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم، في أمان الله.